مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملفات عالقة اللي بتناول معاناة الأطفال المرضى في قطاع غزة وقضايا أخرى قد وقفت بين ملفاتنا عالقة. المرض اللي رح نتحدث عنه اليوم في حلقتنا هو مرض التليف الكيسي، هو مرض خطير جدا يصيب الغدد المخاطية في الجهاز التنفسي ويؤدي إلى سوء التغذية والنمو ويؤدي أيضا إلى اهتراء الرئة مع مرور الوقت. مشاهدينا الكرام، معنا مجموعة من العائلات أطفال مصابون بهذا المرض الخطير، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام لمعرفة المزيد عن معاناتهم ووضعهم الصحي. متى اكتشفت المرض عند ابنائك وقديش عددهم ولمين توجهت بعد ما انت اكتشفت هذا المرض؟ طبعا احنا معي يوسف ومحمد. يوسف تم تشخيصه برا يعني مش في غزه، قاعد هنا حوالي يعني 4 شهور في مستشفيات غزه بدون ما عرفت التشخيص. تم تحويله لمستشفى هداسه في الداخل المحتل وتم تشخيصه هناك، وبعد هيك يعني توجهنا خلاص صرنا عارفين وين المشكلة اللي عنده، وغادي يعني كانوا عاملين لكل التحاليل اللازمة، وجينا هنا وتوجهنا طبعا لكذا مستشفى. كانت الفكرة شوية في يعني عن المرض مش كتير، مش موجودة في غزة يعني بيعرفوش كتير عنها. كانت البنت تاكل جزرة وتجري فيها، فجأة لها شرقت، ودينا على مستشفى الشفاء، قعدت يومين وهم مش عارفين ايش يعملوا لها. بالاخر عملوا لها عمليه منظار. كانت الطفله عمرها 3 سنين، حكوا لنا انه شالوها وفي مد كتير على الرئه، نيموها يومين ثلاثه وبعدين قالوا لنا البنت كويسه ما فيش فيها حاجه. رجعنا على الدار، رجعت البنت الثاني امر من الاول، قحه ومش قادره تتنفس بالمره. رجعنا ثاني فيها برضه عملية منظار كمان مرة. على هالحالة هذه 5 مرات كانوا عاملين عملية منظار. بالآخر لهم حكوا لنا إنه إيش رأيكم نسفرها على مصر ونشيل الرئة شوية منها، ناخذ شوية منها وبتروق البنت على هيك. أنا حكيت لهم لأ. جينا عند قالوا لنا طب روحوا على مستشفى، أنتوا هالحين خلصتوا من عندنا على مستشفى النصر. رحنا على مستشفى النصر، لو حكى لنا انتم مش عندنا، عند الرانتيسة. رحنا على مستشفى الرانتيسة، لو بحكي لنا انه بدنا نعمل لها عرق وبدنا نشوف ايه يمكن عند البنت تليف كيسة. ما حدش كان يعرف ايش التليف الكيسة هذا ولا عمرنا سمعناه. في عندي طفلين انا شقيقان، محمود الشاعر واخوه براء الشاعر. محمود الشاعر لما انولد ذهبنا فيه على البيت، بتفاجئ انه الولد في عنده سعله، ولما كان يصحى من النوم مبلل بالعرق، عند تذوق الجسم ملوحه شديده، زائد اسهال متكرر وله رائحه كريهه، والبنيه الجسميه ضعيف والسعله مستمره. توجهت للمستشفى الضرة، كنا نتابع في البداية في مستشفى الضرة، فالدكتور شك وقال لي أنا يبدو أنه الطفل بيعاني من مشكلة خطيرة جدا جدا، إحنا مش رايحين نكتشف هذه المشكلة إلا من خلال فحص العرق. أنا عندي فادي وسحر، عنا فادي اكتشفناه بعد عمر 3 سنين، يعني قبل 3 سنين كان معاناة شديدة، كان يتعب الطفل جدا يعني كتير، يعني كان دايما سعله وبلغم،
كثير يعني بشيء متكرر دائما، ما نقدرش نجيب له ادويه احنا خارجيه، ناخذه عند اطباء، بس الولد يعني ياخذ يخلص العلبه ما يروقش الولد كثير ويتعب كثير. يعني بعد ما حاولنا يعني بعد 3 سنين يعني اخذناه، اكتشفته الدكتوره هيام نساء الله، حولتنا على مستشفى النصر للاطفال، عملنا له تحليل العرق، اكتشف انه عنده تليف كيسي. انا شقيق لاثنين من المرضى مصابين بمرض التليف الكيسي سيستيك فيبروزيس. قبل 18 سنه جاء لي اخو ايضا مصاب في المرض نفسه، قعدنا 4 سنين لحد ما اكتشفناه في المستشفيتين ما قدروش يشخصوه. عملوا له تحويله في الخارج لين عصرية اللي اكتشفوا المرض في هداسة سكوبس. بعدين رجعنا هنا تاني بعد سنة، توفى في مستشفى الدرة. بعديها ب4 سنين اجا اخت اله برضو حامل المرض نفسه، تم اكتشافه عن طريق مؤسسة تليف الكيسي. تجينا الحالة بيكون في اشتباه في ان هي عندها تليف كيسي سيستيك فيبروسيس، فبنعملها الفحص التشخيصي اللي هو السويت تيست، فحص العرق. إذا طلعت النتيجة بوستيف من الفحص الأولاني بنعتمد بعد هيك إنه هذا المريض شخصناه سيستيك فيبروسيس، وبنبدأ في إجراءات التشخيصية لإله ونشوف الوضع، وبنبلغ الدكاترة في المركز وفي المستشفى إنه هذا طفل يحمل الصفة الوراثية لمرض سيستيك فيبروسيس. هو كل المرض كله مراحله خطيرة، لأنه منذ الولادة هو في رحم الأم هو مريض تليف كيسي، ولكن المناعة تبدأ منذ الولادة إلى ما شاء الله قضاء الله وقدره، لأنه هذا المرض يحتاج إلى متابعة دورية وشهرية. إحنا في مستشفياتنا في قطاع غزة ما فيش أي متابعة لهذا المرض، من تشخيص، من متابعة شهرية لهم، من توفير أدويتهم، من فحوصات مخبرية، تصوير إشعة. بيصل المريض إنه يتلف في الجهاز عنده بدون ما يتشخص. كيف انه الطفل ممكن يكون مصاب؟ هو في غالبيه الاطفال المصابين بكون عندهم المناعه ضعيفه، مما يتراكم عليه ترددهم على المستشفى بشكل شبه مستمر، خاصه في الالتهابات الرئويه والشعب الهوائيه العليا او الالتهابات للجهاز الهضمي. مرض التليف الكيسي هو مرض وراثي متنحي يصيب الغدد الخارجية للجسم والإفرازات، يصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والكبد والبنكرياس، أي أنه شامل لجميع أنحاء الجسم. يؤثر على الجهاز التنفسي أنه المخاط يكون سميك جدا، لا يستطيع المريض أن يخرج إلا عن طريق التبخيرة، عمل تبخيرة من 2 إلى 3 مرات يوميا، والعلاج الطبيعي وكذلك استخدام المضادات الحيوية المختلفة. لأنه المرض هذا يعني المشكلة أنه لا يقتصر على على منطقة معينة في الجسم، بقدر أنه جميع وظائف الجسم قد تضرب. يعني على سبيل المثال ابني محمود اللي أنا ما جبته اليوم معي بسبب سوء الأحوال الجوية، طبعا نفس المشكلة تليف كيسي. قبل عام تعرض لضغط رئوي، جميع أنحاء الجسم عنده صار عنده انتفاخ تقريبا شهر كامل وما فوق، يعني تقريبا 40 يوم وإحنا موجودين في مستشفى إرفانتيس، لأنه هو تحول من الدرة إرفانتيسي بعد سنوات في إرفانتيسي في الدرة 5 سنوات، بعدين تحول إرفانتيسي. خلال الفترة هذه تعرض لعدة أمور، يعني وصلة شريانية في القلب انفتحت عنده، بالإضافة إلى وجود مرض السكري نتيجة خلل في جهاز البنكرياس. أول ما ظهر عن مؤمن كان نحيف بيأكل براجع الأكل، النمو فيش عنده نمو طبيعي زي الأطفال، فإحنا صار عندنا كوالد وكوالدة صار عندنا انهيار نفسه وعصبي. كيف الطفل يعيش بين أيدينا وهو يموت ولن نستطيع نعمل شيء له؟ فكانت أمور صعبة علينا، فتوجهنا على اللي هي مستشفى النصر للأطفال، واجهنا صعوبات ومعاناة الله يعني بيعلم فيها لغير الله. فقعدنا نراجع في الطفل وعلى تشخيص ومراجعات، وبعد أشهر لما ظهر المرض بعد يمكن 7-8 شهور ويمكن أكثر ما يزيد لما قدر شخص الحالة.
في الغالب انه هذا مرض وراثي، وطبيعة الأمراض الوراثية صعب تشخيصها لعدم وجود الإمكانيات المتاحة في وزارة الصحة من أجهزة متقدمة موجودة في أماكن في دول كبرى. هذا طبيعته مرض قليل الوجود وخاصة في بلدان عدة، لكن للأسف أنه في قطاعنا الحبيب يوجد عندنا ما يقارب 230 حالة، وطبيعة تشخيصها غير سهلة، خاصة أنه الإمكانيات محدودة لتشخيص هذه الحالات إلا بطرق بسيطة روتينية عن طريق فحوصات لفحص اللعاب أو الإنزيمات تحت البنكرياس أو ما غيرها من دون الفحوصات البسيطة. معاناة المرض تبدأ منذ الولادة، إنه مريض التليف الكيسي بس يتشخص عن طريق فحص السويت تيست أو فحص الجينات. فحص السويت تيست إذا كان أكثر من 60 ملي متر كمية الكلورايد بيكون مريض التليف الكيسي. كمان إحنا بنستخدم فحص الجينات، للأسف إنه فحص الجينات في قطاع غزة بيفحصوا لسبع جينات فقط، إما في الشرق الأوسط يحتاج فحص 23 جين، وهذا ما ينقص قطاع غزة لأنه سبع جينات غير كافية إنه يتم تشخيص المرض. الجهاز تبع السيستيك فيبروسيس هو جهاز السويت تيست، بسيط جدا، بنعمل في أول فحص فيه بنقيس نسبة العرق، إذا طلعت النتيجة عندنا فوق 60 معناته هذا عنده هذا المرض الوراثي الخطير. بنتم في المركز عندنا متابعة للحالات بعديها من الناحية الطبية والنفسية والمختبر. بنقوم بعملية تحاليل دورية لمزارع للسبيوتم اللي هو البلغم من صدر الطفل في حالات الانفكشن المتكررة أو الإصابات المتكررة، لنحدد إيش نوع الالتهابات وإيش أنواع المضادات الحيوية اللي ممكن ياخدها بناء على النتائج اللي بتطلع. وكذلك يتم متابعته في ناحية نسبة الدم وفحص الكيمياء السريرية اللي هي وظائف الكلى والكبد، نشوف وظائف جسمه كيف ماشية معنا. يحتاج إلى مكملات غذائية منها الكاريون 10,000 والفيتامينات الـ A والـ D والـ E والـ K، ويحتاج إلى حليب خاص، حليب الأنشور يكمل ما ينقصه الجسم من مواد غذائية من بروتينات ودهون وما ينقصه الجسم، لأنه المرض يعمل على عدم امتصاص المواد الدهنية والبروتينية في الجسم، ولذلك يستخدم إنزيم خاص كيريون 10,000. المرضى يحتاجون من 8 كبسولات إلى 60 كبسولة في اليوم الواحد. يحتاجون مرضى التليف الكيسي لبرنامج غذائي ذات سعرات حرارية عالية ونظام غذائي عالي السعرات الحرارية والبروتينات أكثر من غيرهم 50%. غالبية مرضى التليف الكيسي لا يفرز لديهم البنكرياس إنزيمات هاضمة لهضم البروتينات وهضم الفيتامينات وهضم الدهون، لذلك يحتاجون إلى إنزيمات هاضمة من 8 إلى 60 كبسولة حسب الوجبات الغذائية اللي بتناولوها. تحتاج لأدوية مضادات حيوية وفيتامينات، وبرضه احنا بنعاني من هذا النقص وغلائهم الأسعار، يعني الصحة مش موفرة إلا الفيتامينات الكافية، المضادات الحيوية، علاجات الاستنشاق، يعني بحتاجهم يوميا زي 3-4 تبخيرات في اليوم. طب بيعطوناش إلا جنية لمدة شهر، طب بحتاجوا زي 10 جنانة تقريبا. العلاج بينقص عندي علاجات كثيرة، يعني وحاليا مقطوع الأدول، الفيتامينات هذه مقطوعة، يعني حتى هنا مش موجودة لا عند أبو محمد ولا في المستشفيات، يعني حتى بالصيدليات إذا بدنا نشتريها غالية جدا يعني، والواحد بيقدرش يشتريها. وبعدين من ناحية التغذية لازم يكون يعني يومي إشي دسم، إشي يعني لازم يومي إشي، يعني الألبان، الأجبان، الأشياء المغذية جدا، وهاي أنا ما بقدرش ألبي له إياها لأنه ما فيش وضع سيء جدا، وضع اقتصادي صعب،
ولازم يعني هو الطفل هذا بيحتاج، كل طفل مش بس أولادي، كل طفل من مرضى تليف الكيسة بيحتاج من 600 دولار ل 800 دولار بالشهر مع علاج مع الأغذية. علاجهم باهظ الثمن، في عندك مثلا التوبي هذا ب 5000 دولار، أخت بتوفر لنا إياه من داخل الخط الأخضر، إما وزارة الصحة لم تفكر بتوفيره، الحليب الانشور الام سي تي الاويل الادك كله احنا قاعدين بنوفره توفير ذاتي. يحتاجون مكملات غذائيه مثل الانشور، يتواجد فيه جميع المكملات الغذائيه والفيتامينات والاملاح اللازمه لنموهم ومنع مضاعفات، لذلك يحتاجون مثل ما قلنا لا يقل عن 6 وجبات يومية، يحتاجون على سعرات حرارية عالية، بروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض، يحتاجون إلى المزيد من الكربوهيدرات، المزيد من الفواكه والخضروات حتى لنمو أجسامهم ومنع المضاعفات. وإحنا طبيعة الحال بنعطي برنامج غذائي أو متكامل كتيب لكل مريض، يعني توجيه للمريض ايش الاكل اللي بيحتاجوه، ايش الاكل اللي يبعد عنه، وكيف المريض يتناول الغذاء في المنزل. صرنا نعاني من قله الادويه، فيش يعني دواء متوفر، مروح على الصحه يقول لك عمي مش متوفر. فالاخ محمد قال لي في صاحب في الهلال الاحمر المهندس محمد ورجل طيب هذا بيخدم. فتعرفنا الاخ محمد في نهايه المراحل المراجعات والمعاناه اللي بنعينها، فالاخ محمد والاخوه بعد الاطباء المخلصين عرضوا فكره انه ايش؟ انه يعملوا لنا بيت نتقاوى فيه نعالج مرضانا، كاحنا كاهل مرضى بنعاني المعاناه اللي بنعينها. فالاخ محمد عمل في الفيدي في بيته الله يجزيه الخير، وصار يعني عن طريق اهل الخير صار يوفر شويه دواء، يعني الله يجزيه الخير، يعني اقول لك الامانه الزلمه ما قصر. سبب انشائنا للمؤسسه انه احنا انا والد لطفلين مرضى تليف كيسي، عانينا داخل الخط الأخضر بسبب التحويلات بسبب الاحتلال، فكرنا بإنشاء المؤسسة لنقدم خدمات لهؤلاء المرضى. بدأ المؤسسة ب 14 حالة، الآن نتكلم عن 250 حالة مرضية في قطاع غزة يحتاجون عناية، ينقصنا الكثير بالنسبة لمرضى تليف كيسي، خبرة الأطباء، عدم صلاحية المستشفيات في قطاع غزة لهؤلاء المرضى، فيش مختبرات تشخيصية طبية كدول العالم. عندنا يعني عفوا عندنا تهميش في المختبرات، فيش رعاية في المختبرات، فيش كفاءات في الأطباء. يعني هذا لو في طبيب جيد وعنده كفاءة في المختبر بيشخص الحالة من نظرة الطفل. في عجز في بعض الأجهزة، واللي هي الأجهزة الكيمياء الحديثة، لا نقدر نشخص الأمراض، نتابع الحالات تتابع مزبوط. نحتاج إلى تطوير في المختبر بصراحة، للمختبر في بعض العجز الموجود. وكمان عندنا نحاول نحن في المستقبل غير موضوع التحليل الجيني يكون عندنا جهاز متخصص لقياس نسبة الفيتامينات في الجسم. لا يوجد أجهزة لقياس نسبة الفيتامينات حتى نحدد العجز في الفيتامينات، هل أنه يحتاج إلى مثلا كبسولتين أو ثلاثة أو أربعة، أو قديش نحدد كمية ناقص الفيتامين A والD والA والK. وهذا يعني مشكلة كبيرة من وجهها في التشخيص وعلاج المرض. مريض التلف الكيسي يحتاج ل 23 فحص للجينات، واحنا في مكان واحد هو في الجامعة الإسلامية، والأهل لا يستطيعوا انه يدفعوا تكاليف الفحص، لذلك نحتاج انه يكون عندنا في مقر البي سي ار هو فحص الجينات داخل المؤسسة حتى نتمكن من تشخيص المرض في البداية. في فحوصات نحتاج إلى بعض الفحوصات بس غير متوفرة حاليا في مركزنا، إن شاء الله في المستقبل، هي الفحوصات الجينية، نقدر نحدد الكروموزوم بالضبط أنهي جين اللي فيه الإصابة المرضية، هذا بيساعدنا بعد السويت تيست. يعني السويت تيست يعتبر فحص أولي، لكن في جيناتكس ممكن نستخدمه، وهذا في صدد إن شاء الله مستقبلا إنه يكون متوفر عندنا، لأنه وجوده صعب شوية في وزارة الصحة غير متوفر. حاليا في الجامعة الإسلامية موجود، وتم الاتفاق ما بينه وبين الجامعة بين بعض الحالات اللي بيصير فيها تحديد بالضبط أنهي جيل اللي فيه المشكلة.
في المختبر هنا دائما بنقوم بعملية اللي هي الفحوصات حكيت لك الدورية من ناحية الكيمياء. أهم إشي بيصير عنده مشاكل هو في جهاز تنفسي والأجهزة الأخرى في جهاز الجسم. عملية القرع بتعمل على اهتزاز الإفرازات الملتصقة في, يعني هاي الطريقة بتساعد الطفل على إخراج الإفرازات والمخاط الموجودة في رئته. صحيح. طبعاً لازم تكون دقيقة ووسط في يعني. طبعاً التقنية لازم تكون في طريقة معينة في أماكن معينة وفتيرة معينة وأوقات معينة. شو الأوقات المعينة اللي لازم إنه يأخذ فيها علاج طبيعي؟ أفضل وقت في العلاج الطبيعي هو في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وقبل ما ينام. وقبل ما ينام. صحيح، مشان يرتاح خلال نومه. طبعاً برتاح في خلال النوم. بعض الأطباء يعتبرون هؤلاء المرضى أمراض مزمنة لا يحتاجون إلى تحويلات داخل الخط الأخضر وإلى أي دول مجاورة، إنه خلص مريض مزمن لا يحتاج إلى أي تحويل، ولكن هذا المرض يحتاج إلى تحويلات بسبب الرئة. ممكن نحتاج إلى زراعة الرئة، إنه يصير تلف في الرئة ويحتاج إلى زراعة الرئة. الكبد عنده ممكن يصبح فيه مشكلة ويحتاج إلى زراعة كبد في حالة قد توفت قبل شهر، له عامين يعاني من حكاية الرئة، وصلت مرحلة إنه تليفت الرئتين عنده. التحويلة وصلت بعد ما توفى 25/11، خروجه يوم 28/11. يعني إحنا مشكلة التحويلات في قطاع غزة مع مرضى التليف الكساء ومع الأمراض الأخرى، إنه التحويلة لا تخدم المريض وتكون أزمة للمريض، إنه يا الحالة بتتوفى يا المريض بيعاني بعد هيك مشاكل أخرى. بعثوا التحويلة ما قبلوهاش في المستشفى، حولوه من مستشفى الأهل في الخليل لمستشفى نابلس، انتهت مدة برضو التحويلة. عدنا تاني الإجراءات، قعدنا بجربين يوم برضو، بعدين طلعت هان شخص إنه عندها مرارة بدها شيل، غير شخص إنه في انسداد في القنوات المرارية كلها. دكتور، طبعا مرض التليف الكيسي، طبعا عدد من المصابين بهذا المرض طبعا حسب دعائهم لا يتم اعطائهم تحويلات العلاج في الخارج، لماذا؟ نعم، اذا يعني لاحظتي ان مرض التليف الكيسي لا يعطى لهم تحويلات في العلاج في الخارج، فلعل ذلك ما هو معروف عن هذا المرض، ان التليف الكيسي هو مرض مزمن لا علاج له ناجع إلا بالعلاج التحفظي والعلاج الذي يقضي على مضاعفات هذا المرض الخاصة بالصدر. وأما العلاج الحقيقي له الذي أجريت له بحوثات هو زراعة الرئة، وزراعة الرئة لا تغطيها وزارة الصحة لأنها أساساً أولاً غير ناجحة 100%، ثانياً كلفتها باهظة للغاية وغير مضمونة العواقب، وبالتالي فلماذا يحول المريض؟ لا مجال لتحويله للخارج، لأن إمكانية متابعة هذه الحالات ممكنة في الداخل، وإن كان قليلة من هذه الحالات يتم عمل نماذج تحويل لها وتحول للخارج بسبب المضاعفات الخطيرة التي يصل إليها المرض. التحويل هذا ما حدش يريده، بقول لك طول ما في علاج إلها هنا ممنوع تطلعي برا. طب أنا بدي أطمن على بنتي، صح انتو دكاترة وعلى عيني وعلى راسي، بس برضو انا بدي اطمن برا لبنتي. رسالة اوجهها، طالما انه الطفل مريض من تليف رئوي وثم يعني يضاف لهذا المرض مشاكل اخرى، يعني القائمين على موضوع التحويلات لماذا التأخير في التحويلة؟ لانه هذا المرض خطير يمس جميع انحاء الجسم. بطالب انه يعني كل اشي للطفل يكون موفر، انه دكاترة برضو إلها، مش بس عقد انه بس انه دكتور للصدرية، هي هم بيحتاجوا لكل حاجة. بنتمنى من المؤسسات الدولية انه توفر لنا البي سي ار، فحص الجينات داخل قطاع غزة او داخل المؤسسة او داخل وزارة الصحة، بدل ما يكلف في داخل الخط الاخضر بكلف تكاليف باهظة الثمن.
مشاهدينا الكرام، حقيقة هذا هو وضع مرضى التليف الكيسي في قطاع غزة، هو وضع جدا سيء ومضمحل، لا توجد المشافي الكافية لرعايتهم، وهناك طبعا مشاكل ومعاناة حقيقية للمرضى ولذويهم أيضا. أيضا ندرى في الأطباء الموجودين المتخصصين في هذا المرض سوء التغذية، أيضا الأدوية الموجودة غير متوفرة لديهم، هو ملف من الملفات العالقة في قطاع غزة. نرجو أن نكون قد أوصلنا صوتهم. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، تحياتي.